تينا اليوم الاثنين، بونجور. بونجور تينا. اكيد اكيد اللي ربح اللوتو ال10 مليار مرة الماضي شافك الصبح. منيحة هي. واليوم ايه الثاني ان شاء الله فيك يكون في ربح كمان. نعم. ان شاء الله دايما. تينا دايما معك بنكون ربحانين، خاصة بالاخبار الحلوة اللي بتعطينا اياها عن المي، وبنعرف انه المي هي غذاء الحياة كمان. تفضلي، شو عندنا جديد؟ في عنا أول شيء ببلش بدائرة جبال بالتوزيع، في عنا حي وببلاد، حي الوردية، حي الدبشة، فيهم مشكلة، إن شاء الله اليوم بيعالجوهم من كل بيت بتقلرات. في عنا مولد بمحطة كور الهواء معطل، مشان هيك عم نوزع حسب كهرباء الدولة يعني، والمناطق اللي بيستفيدوا من هاي المحطة هن المنصف، شيخان، جزائر، بفعال، يعني هلا بيكونوا عم بياخذوا بس حسب توزيع الكهرباء. في عنا كمان مولد معطل بمحطه الديشونيه، وهو بيعطي المنصوريه المونتي فيردي بيت مري والديشونيه، كمان ان شاء الله بيتم تصليحه باسرع وقت. بعد بدي اشكر دائره المد الساحلي، لانه كان عنا بالسبتيه حي الفردوس كان عنا مشكله، يعني الجمعه الماضي كل الجمعه كان عنا اياها المشكله، ما كنا عم نعرف من وين، لانه عم بيعطوا الكميه اللازمه بس يمكن رايحه تحت الارض شي مطرح. نهار السبت بالليل ضلوا يشتغلوا ل 12 بالليل لحتى قدروا امنوا المي لهيدا الحي، ان شاء الله يكون مش الحال ويكون كلهم عم يسمعوني. بدي اعطي ملاحظات، لما بيصير في اشتراك، يعني مواطن بيعمل عقد اشتراك، هيدا العقد اللي بيعمله بالدائره، كثير مهم انه في عندنا نقاط لازم يقريهم المواطن قبل ما يمضي الاشتراك تبعه، لانه يعني مهم، لانه عم نقول هون انه بنأمن المي حسب القدره الفنيه تبعنا، يعني يمكن بالحي ما نقدر نأمنها على الفيت وعلى العاشر، حسب كل مصدر، هيدي موجود كله النقاط هون، وانه بنأمن المي على الجهاز، هيدي نحن ملزمين فيها، وانه المواطن مو مسؤول عن العداد تبعه او العيار تبعه، يعني انه يكون مي انسرق وهيك، مش المؤسسه مسؤوله. كل النقاط اللي لازم يعرف فيها قبل ما يمضي المواطن اللي عم يمضي هون لازم يقريها، مش دغري يمضي، لانه هيدي فيها عده نقاط المفروض يكون معه علم فيها. عظيم، حلو هيدا التنبيه على حقوق المواطن، بالنهاية لازم يكون واعي على كل نقطة بيوافق عليها من خلال إمضائه. 100%. ومبدئيا هيدا المشاكل كان عندنا اياها بايدي التمييز وبالنقاش وكلهم مشي حالهم، انحلت. هلا الدول الثانية بيكون اكيد تحسن الوضع، انا حتى بالويكند كنت عم تابع مع رئيس الدائرة، وان شاء الله تكفي الجمعه ما عندنا مشاكل اذا الله راد، وان شاء الله جمعتكم حلوه نتالي وعبده. ميرسي لك كمان انت تينا، تكون جمعتك حلوه وعلى كل الاحباب، سلمي لنا عليهم. ميرسي كثير تينا، رزق الله، اتصال.